برحاب جامعة تلمسان، كانت الفرصة مواتية للنوادي العلمية الطلابية من أجل عرض إبداعاتها وتقديم ابتكاراتها في شتى المجالات والميادين، معلنة جاهزيتها للمشاركة في المسابقة الوطنية وتمثيل عاصمة الزيانيين بكل ارتهاد تاريخي. وين الطلبه يقدموا كل الابداعات في اطار لي كلوب سيانتيفيك تاعهم، يعني كانت فرصه للطلبه باش يبينوا كل الطاقات وكل الاجتهادات اللي عندهم. المخترعون الصغار ابدعوا من خلال عده منتجات الكترونيه قد تجد لنفسها مكانا في السوق. un drone d'agriculture في مجال الزراعة نعملوا له اون لين يسوي فيها باغ اكزومبل زيفتو يمشي لا سال دو ستيريليزاسيون كي يمشي لا سال دو ستيريليزاسيون يستيريليزي لك الماتيريال في لو بلاطو تاعو ويعاود يردو للانفيرميي. الامن الغذائي كان حاضرا من خلال ابداعات الطلبة واعمالهم. ضروة ايفيكاس يحافظ على يكسب النحلة مناعة ومام طو باش نقضوا على هذا الطفيلي، وكذلك المنتوجات الخالية كعسل وكل شيء نحافظوا عليهم يكونوا بيو. من شاركنا في هذا اليوم لافاك عملوا لنا ان انصوم دو كلوب سيانتيفيك باش نعملوا لي بروجي تاعنا في الفاكولتي تاعنا. خدمنا على اون فارم برو و aussi des produits alimentaires innovants. عندنا شحال من برودوي قدمناهم اليوم. رغم قلة الإمكانيات إلا أن حضور الإرادة وتدعيمها بالمعرفة تجعل الجامعة الجزائرية تخرج من حيز التلقي الضيق إلى رحاب التجربة الواسعة.